صاحبه اللي عمل تاريخ الحقيقه الخطيره. اقعد نفسه ولا بنجيك شمال وشاف بالخطيب والخطيب يلعب ورجع جديد وعي جول يا جول 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 الخطيب حلوة للخطيب حلوة وعي شوت يا الخطيب يا معمتعنا وان شاء الله باذن الله هيطور في النادي. هو راجل صادق في وجوده وبعدين برضه التغيير مطلوب والدم الجديد. لعيب فاز اداري ناجح 10 سنين رئيس مكتب تنفيذي في النادي الاهلي. لا الخطيب قيمه وقامه يعني لازم ينتخب طبعا. مش متخيل ان حد يبقى قدامه الخطيب في قايمه او قدامه الخطيب في ورقه الانتخاب وما يعلمش على الخطيب. تاني حاجه مش متخيل برضو ان واحد كان بيشجع الخطيب ايام ما كان لاعب يجي يكسب الخطيب وهو نازل انتخابات الاهلي. حاسه ان الانتخابات دي اتاخرت قوي، يعني كان مفروض الكابتن ده قامه كبيره جدا لينا في النادي الاهلي واحنا يشرفنا قوي ان يكون كابتن محمود الخطيب رئيس للنادي. ازاي اسيب الاخلاق والمبادئ والقيم وحب النادي والتضحيه عشان النادي طول العمر؟ الخطيب اولا واخيرا. انا اتمنى ان شاء الله زي ما هو كان لعيب له اسم كبير يكون رئيس نادي ان شاء الله له اسم كبير. الخطيب ان شاء الله القايمه بتاعته مشجعه جدا وان شاء الله تعمل حاجه كويسه في النادي، هو ليه خطه مستقبليه كويسه وان شاء الله النادي يبقى في تقدم. احنا بنيجي النادي عشان اولادنا، الاهتمام بالناشئ ده حاجه مهمه جدا. كابتن خطيب مراعي الجزئيه دي في البرنامج بتاعه الانتخابي، وبعدين مدرسه الكوره برضو ان يبقى في مدرسه كوره في فرع الجزيره دي حاجه مهمه جدا. ثلاث سنين ما شفناش يوم اللي تربينا عليه، ثلاث سنين ما شفناش مبادئ الاهلي، ثلاث سنين عمرنا ما كنا شفنا الاهلي مفضوح في الاعلام بالطريقه دي كده، والاهلي عمره ما كان مديون، الاهلي اغنى نادي في مصر بجمهوره باداراته بفرقته ببطولاته. طالما في تاريخ مبادئ التطوير تعرف ان انا هنتخب محمود الخطيب. طبعا لو سالنا ناس اخرين من الجمعيه العموميه ممكن يقولوا لنا ننتخب مهندس محمود طاهر لاسباب اخرى، ولكن النهارده حلقه الكابتن محمود الخطيب. لما بتسمع الكلام ده بتحس ان علينا كتافك مسؤوليه؟ بقلق. تقلق؟ بخاف طبعا. بقلق وخاف لما يكون ثقه الناس بالشكل دوت وطلباتهم كده او املهم او طموحاتهم دي، ده شيء مسؤوليه كبيره جدا في رقبتي. عندك ثقه في الفوز؟ أنا الحقيقة الحمد لله رب العالمين، طول عمري لما بكون في مباريات أو في لقاءات أنا ببقى دايما عندي ثقة كبيرة جدا في الله سبحانه وتعالى، ببقى قلبي مطمن لأن أنا اللي ربنا هيريده يبقى ده خير ليا أو للنادي أو لأعضائه أو لجماهيره. بس حاسس ايه يعني؟ حاسس دلوقتي واحنا خلاص كذا ساعه وربع والله، بس ايه مشاعرك؟ حاسس ان انت الاقرب للفوز ولا حاسس ان انت لا الوضع لا؟ انا حاسس الحمد لله رب العالمين، حاسس ان في ارضيه كويسه وحاسس الناس اللي انا طول ما انا ماشي في الشارع، وده بقول لك نعمه كبيره جدا جدا يعني. طريقه تعبير الناس عن تقديرها او حبها ممكن ما يكونوش اعضاء، بس منهم اعضاء كتير جدا، جولي المكتب مثلا او جولي يعني جولي وقد كده بيلموا بعض، ودي حاجة أسعدتني جدا. الناس كل واحد دلوقتي بيقول لك لا أنا جاي، يعني أنا في ناس الحقيقة يعني في واحد صديقي نازل بأسرته من السعودية، واحد صديقي تاني نازل بأسرته من دبي، واحد برضه نازل، فأنا الحاجات دي يعني على قد ما أنا بتسعدني، بس ده ناس عندهم أمل وطموح كبير. أتمنى يا رب العالمين يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لو ربنا اراد ان احنا نكون موجودين. في الاسماء اللي موجوده مع حضرتك مين اكتر واحد انت مطمن ان هو يعني وضعه ممتاز؟
اقول لحضرتك حاجه، انا لما جيت افكر في القايمه فكرت في عناصر كثيره على اساس اختار القايمه بتاعتي. العنصر الرئيسي والاساسي ولاد النادي الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي، اللي عاشوا اكتر من تلتين عمرهم في النادي الاهلي، اللي ما بعدوش عن النادي الاهلي. ودول نسبتهم قد ايه يا كابتن من كلهم؟ كلهم بس بقى بنسب متفاوته. اه طبعا. وانت حضرتك سالتيني دلوقتي مثلا قبل ما نطلع فاصل قلت لي انت لو مش موجود هتكون فين؟ هو نفس الكلام، انا قلت لك انا هقول لكم عنوان، ما انا عنواني فين؟ من عنواني النادي الاهلي، صعب الفضل عليا يعني، فانا طيب. هكون موجود برضو في النادي الاهلي، في النادي الاهلي طبعا. حتى يعني خسرت كسبت انت موجود في النادي الاهلي، ده عنواني الاساسي يعني. طيب انا يعني معي على الهاتف نائب رئيس النادي الاهلي السابق الدكتور احمد سعيد، والنائب طبعا في مجلس النواب. ودكتور احمد مساء الخير، انا قريت لك تويته بتدعم فيها كابتن خطيب وبتقول، خلوني بس اقراها، اتعجب لمن يعاير الخطيب بضعف خبراته الإدارية، ولو نشوف هنا، أتعجب لمن يعاير الخطيب بضعف خبراته الإدارية وقد ترأس المكتب التنفيذي لعشر سنوات، وبما أنني شرفت بترأسه لمدة سنتين أنا أعلم حجم المسؤولية التي تحملها حتى استلمت منه الأهلي نادي القرن والأكثر تتويجا، يكفيك فخرا، دماثة خلقك وهي اللبنة الأولى لصناعة الأبطال. بشكره دكتور جدا. دكتور أحمد سعيد هو معنا على الهاتف، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بيك. دكتور ازاي حضرتك؟ أهلا أهلا. أنا بشكرك جدا والله يا دكتور. لا ازاي؟ ويمكن كمان برضو حتة المكتب التنفيذي يمكن الناس تفهم قد كده، أنك كنت رئيس المكتب التنفيذي المجلس الحالي، قد كده في يعني مهام المكتب التنفيذي ده موضوع مهم جدا، لان ده المطبخ بتاع النادي يعني. ايه هو المكتب التنفيذي يا دكتور سعيد؟ المكتب التنفيذي هو المطبخ بتاع النادي الاهلي، هو يعني تقريبا الاداره كلها بتتم المكتب التنفيذي، يمكن مجلس الاداره بيعقد كل شهر، المكتب التنفيذي بيعقد كل اسبوع، وفي بعض الاحيان كان بيقبل زما علينا ان احنا يعني نعقد المكتب التنفيذي مرتين في الاسبوع. وطبعا كل يعني مصارين وبطن النادي بتناقش في المكتب التنفيذي، لان عليه مسؤوليه مهمه جدا انه يدرس ويبحث ويفهم كل المشاكل علشان يطلعها لمجلس الاداره، عشان مجلس الاداره يعتمدها في الاخر، وبعيد جدا عن المكتب التنفيذي انه يطلع حاجه يرفضها مجلس الاداره. فعاده رئيس المكتب التنفيذي يعني حريص جدا انه كل حاجه تتعمل بدقه شديده. دكتور احمد، لماذا اخترت ان تدعم كابتن محمود الخطيب رغم ان انت بعدت عن الانتخابات؟ يعني انت استقلت وبعض زملائك الحقيقه رجعوا عن استقالتهم وقرروا ان هم يتعينوا، رغم ان انتوا كنتوا متفقين ان انتوا ما تتعينوش، لكن في البعض الاخر قرر انه يتعين وابتعدت قليلا. لماذا قررت الان ان تدعم كابتن محمود الخطيب؟ الحقيقه يعني انا يمكن من اول الحمله لغايه دلوقتي، وكان كابتن الخطيب كان كلمني، كنت في المانيا مع اولادي، وكان يعني بعت لي رساله جميله وقال لي انا عايزك تحضر مؤتمر صحفي، بس للاسف انا ما حضرتش يعني. وكانت لفته جميله منه ان هو يدعوني في حين ان القائمه الثانيه لم تدعوني، اللي انا شاركت فيها يعني فتره طويله في سنتين ويمكن اكثر من سنتين في موضوع الانشاءات اللي هم بيتكلموا عليها، وشفت الفتره الصعبه في الضراء يعني لمجلس الاداره، وكنت دايما يعني بتصدى لاي هجوم على النادي وعلى المجلس، وكنت حاسس ان الناس مش واخده على التغيير يمكن النوعي اللي حصل في مجلس الاداره اللي فات. لكن ويعني اثرت اصطمت الحقيقه وما اتكلمتش، لكن وقعدت برضو مع الكابتن محمود الخطيب وكان مشكور يعني قعد معايا واخد رايي في حاجات. هل دعيت للفريق الثاني يا دكتور احمد؟ يعني بما انها انتخابات، يعني هل دعيت انك تقعد مع مهندس محمود طاهر؟ لا والله ما حدش دعاني، ولا حد دعاني حتى الندوه يعني علشان خاطر اقعد فيها، لكن الكابتن الخطيب دعاني حتى قعده اشار هو اليها من شويه لمده طويله الحقيقه، وهو بيقول هو استفاد مني، لا انا الحقيقه اللي استفدت منه. وانا يعني فكرت ان احنا يعني احنا لبسنا تريننج النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي، وهو انا كنت معاه في الجزائر سنه 78 لما صلح الكره للخواجه، والخواجه جاب جون واتضربنا احنا يوميها في الجزائر علقه سوداء، واكيد هو في المدرج فوق في المدرج عشان مصر جابت جون. والمره الثانيه الحقيقه اللي شرفت فيها ان هو كان كابتن مصر في لوس انجلوس، وهو اللي يمكن مش عارف هو فاكر ولا لا، بس هو اللي رفع العلم
في القريه الاولمبيه في لوس انجلوس سنه 84. كان تكريم بالنسبه لي. وكنت سعيد جدا يعني بوجودي في انما يعني احنا تعرفنا على بعض من فتره وجيزه يعني. طب دكتور احمد يعني انت استلمت من مجلس محمود الخطيب وحسن حمدي مع حفظ الالقاب، استلمتوا الدنيا ايه على الارض يعني؟ استلمتوا خزينه خويه؟ استلمتوا النادي مثلا الشيخ زايد ازاي يعني؟ قول لي الحاله اللي انتوا استلمتوا بيها النادي الاهلي في 2014. استلمنا النادي الاهلي وانا الحقيقه ما بقولش الكلام ده دلوقتي عشان انا بدعم محمود الخطيب مع حفظ الالقاب يعني. انا بقول قلت الكلام ده وانا عضو مجلس اداره وانا نائب رئيس النادي، قلت هذا الكلام، قلت ان احنا لما نستلم النادي الاهلي وهو نادي القرن والاكثر تتويجا ما اعتقدش انه كان ممكن ان احنا نجيب عقد الرعايه مثلا اللي هو كان ب 200 وشويه مليون جنيه او 200 مليون جنيه. ما كانش في شركه في العالم ممكن انها تستثمر في نادي لو كان ده انجاز، فده انجاز برضو الناس اللي قبلينا. ويمكن برضو الشعار بتاعت الحملة بتاعت 2014 ان الاجيال بتتواصل وان احنا بنسلم بعضينا. انا الحقيقة في حاجة مهمة جدا عايز اقولها يعني، وانا يمكن ما دخلتش ولا مداخلة ولا اتكلمت ولا قلت رأيي في الانتخابات اللي فاتت، وزي ما قلت لحضرتك انا قطعت الصمت، لكن انا حسيت بنوع من انواع الظلم على كابتن الخطيب في لحظة معينة، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني ادخل مع حضرتك النهاردة. اولا الكلام على محمود الخطيب، معلش مع حفظ الالقاب مرة تانية، ان هو راجل لعيب كوره زي ما يكون كان بيبو بيلعب كوره امبارح او اعتزل اول امبارح او اعتزل السنه اللي فاتت. بيبو اعتزل من 20 سنه، من 30 سنه يعني سنه 87، ومن يوميها وهو في الاداره، فلازم ان احنا نحط يعني دي في الاعتبار. نمره 2، هو كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي وكان نائب رئيس النادي الاهلي وكان امين صندوق النادي، واعتقد ان هو جه بالجمعيه العموميه وجيب انتخابات ناديها وناس انتخبته وكانت عارفه كويس جدا ان هي بتنتخب بطل لاعب كوره وكل حاجه، لكن اذا كان بينتخبوه سنه ورا الثانيه فده معناه ان هو كان ناجح. الحاجه الثانيه الغريبه كمان انه حينما ترشح كنائب للرئيس مع الكابتن حسن حمدي، فده يعني ما اعرفش يعني، ما هو اللوجيك بيقول ان محمود الخطيب هيترشح لرئاسة النادي الاهلي، ده المنطق بيقول كده. فيعني ترشح الكابتن محمود الخطيب لرئاسة النادي الاهلي مش مفاجأة يعني، لأن أنا ابتديت أحس الحقيقة بنوع من أنواع النغمة كده، أنا بحب بيبو كلاعب لكن أنا ما انتخبش بيبو كرئيس نادي. وكأن الكورة عيب يعني، كأن الكورة عار. واللذيذ الحقيقة إن اللي بيقول أنا بحب بيبو كلاعب ممكن يكونوا ما شافوش بيبو كلاعب أصلاً يعني، يعني في الأجيال اللي هي ما شافتش بيبو كلاعب، فما فيش داعي ان احنا نقعد نتكلم. انا كنت اتمنى الحقيقه، انا مش عايز اتكلم في ماضي ومش عايز اتكلم ولا عايز اجرح ولا اي حاجه، وانا اعلم ان دي اخلاقيات محمود الخطيب اللي قاعد قدامك، لكن انا كنت اتمنى الحقيقه ان انا اشوف انتخابات النادي الاهلي انتخابات مبنيه على البرامج، مبنيه على الرؤى، مبنيه على الخطط، مبنيه على كل واحد عايز يشوف النادي الاهلي شكله ايه بعد 4 سنين، يعني زي ما هو الراجل كان بيتكلم دلوقتي وبيقول انا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا. فأنا كنت أتمنى إن أنا أشوف مناظرة قوية بنتكلم فيها دون الدخول بقى في شخصية محمود الخطيب وكان لعيب ومش لعيب، وأنا شايف إن دي حاجة تحسب له. أنا لما قعدت معاه الحقيقة قلت له كلمة ما أعرفش هو فاكرها ولا لا، قلت له أنت براند نيم، يعني أنت بالنسبة لي براند نيم، مش أنا مش لازم يبقى عندي رجل أعمال ناجح، مع احترامي يعني لرجال الأعمال وكل شيء، وأنا برضه يعني رجل أعمال صغير قوي يعني فشل يعني، إنما مش لازم أبقى رجل أعمال ناجح جدا عشان ادير النادي الاهلي، مش لازم ابقى رجل تكنولوجيا جبار عشان امكن النادي الاهلي. انا معايا رجل براند نيم النهارده، في رجال اعمال كتير جدا جدا جدا، وعجبني كلمه قالها من شويه وقال ناس صغيره لكن كبيره في المقام، لكن هناك كثير من رجال الاعمال اللي فكرهم فكر استثماري وفكر هيقفوا جنب محمود الخطيب علشان يقدروا يبنوا النادي ويقدروا يعملوا حاجه جديده في النادي والحاجات دي كلها. دكتور احمد يعني هسيب دكتور كابتن خطيب يرد عليك، لكن عايز اسالك يعني انت بتشعر بالظلم ناحيه كابتن خطيب، لكن بتشعر بالظلم ايضا ناحيتك يعني انه ما حدش بيفتكر السنتين اللي انت كنت فيهم نائب للرئيس واكيد ساهمت في الانجازات اللي موجوده دلوقتي؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك انا بتكسف جدا ان انا اتكلم عن نفسي وانا داخل اتكلم على يعني اذكي كابتن محمود الخطيب، لكن طبعا حاسس بظلم، لان انا حينما استقلت من النادي الاهلي ان انا ما مشيتش عشان خلافات في مجلس اداره، الخلافات دي بتبقى موجوده في كل مجلس اداره، بس انا استقلت لان المحكمه حلت المجلس، واكرر تاني المحكمه
حلت مجلس إدارة النادي الأهلي فرفضت أن أستمر كمعين، وكنت أرى أن هناك مخرجا لعقد انتخابات بطريقة أو بأخرى حتى لا يكون مجلس إدارة النادي الأهلي معين. موقف أخذته، وأنا مش قصدي أبدا أقول أن اللي ما أخذش الموقف غلطان ولا أي حاجة، ولكن ده موقف يعني هيحسب لينا للتاريخ. وبرضو وجهة نظري الشخصية يا لميس انه بعد 20 سنه من النهارده الناس مش هتفتكر مين اللي كسب انتخابات النادي الاهلي على قد ما هتفتكر مين خد موقف ورفض التعيين والحاجات صحيح. دي كلها، فده موقف انا دفعت ثمنه. ايوه انا حاسس ان انا اتظلمت، لانه مفيش في السنتين اللي فاتوا الفتره اللي فاتت اللي انا اشتغلت فيها محدش جاب سيرتي، محدش جاب اسمي، في حين ان احنا تصدينا لكل الهجوم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد، نائب طبعا كان نائبا لرئاسه النادي الاهلي، وكان ايضا وهو ايضا نائب طبعا في مجلس النواب. استاذنك في حاجه، اتفضل. انا الحقيقه يمكن لما اخذت قرار ان انا اترشح لرئاسه النادي الاهلي ابتديت اسال كتير الفتره اللي فاتت، اسال على حاجات كتير جدا جوه النادي، واسال على المجلس وايه ليه المجلس الحالي انقسم وليه المجلس الحالي في ناس استقالت. والحقيقه يعني كل الناس بس الناس اللي انا عندي ثقه في كلامهم، فكلهم شكروا في الدكتور احمد سعيد. طبعا شكروا فيه، وشكروا في عقليته، وشكروا في خبرته، وشكروا في طريقه ادارته. فانا سعدت جدا ان يكون عندنا كادر بهذا الشكل، عشان كده انا سعيد اقعد معاه وكلمته، لان انا مش عايز حاجه من النادي، بس كل انسان ممكن يفيدني او يفيد، مش يفيدني انا كمحمود، يفيد النادي، انا احب اسمع منه. فانا لما قعدت معاه فعلا انا شعرت ان هو عقليه متزن جدا، منضبط جدا، اخلاقه عاليه جدا، ما عابش في حد ابدا، وغير كده عقليه مبتكره، ودي حاجه مهمه يكون انت تتكلم مع حضرتك مع حد وفي هو قاعد راح مطلع لك فكره، دي عقليات مهمه يعني. ومش كتير بنلاقيها الحقيقه. طيب انا بمناسبه بس الكوره والاداره، يعني لسه الشباب بيقولوا لي رئيس جمهوريه ليبيريا مؤخرا هو لاعب كوره جورج وايا، واكيد حضرتك يعني عارفه يعني ده درجي وحش جدا مثلا، هو رئيس جمهوريه ليبيريا مثلا، في عندك بيكن باور ورومينيجا كل دول بقوا رؤساء، صالح سليم وحسن حمدي طبعا يعني البرنامج بقى، ودي بقى حصه المراجعه النهائيه اللي بتقول فيها للجمعيه العموميه ماذا سافعل فيه، ماذا سيفعل محمود الخطيب في الانشاءات. بص حضرتك، احنا يمكن البرنامج دوت، ويمكن قال الكلام ده دكتور احمد، الحقيقه انا بشكره جدا، لان انا لما اكون ناس تقول لك عايزين مناظره، المناظره هي دي، ما هي دي مناظره، المناظره يبقى برنامج قدام برنامج مش كلام، لا مناظره برنامج قدام برنامج. هو انا النهارده لما اجي اعمل برنامج يا مدام لبيس ليه بلزم نفسي قدام الناس؟ ودي بقول لك ليه بحط على رقبتي يعني حبل الناس المسؤوليه يعني. فالنهارده انا بالنسبه للبرنامج عشان افكر في البرنامج الاول فكرت فيه برضو من سؤالاتي او من عايز اعرف معلومات كتير الفتره اللي فاتت، لقيت اللي فيه انقسام، انقسام بين الناس جوه النادي. واضح جدا الانقسام ده ان كام شخصيه معروفه وليها تاريخ في النادي الاهلي ثابت المجلس ومشيت. من هنا انا حاسس ان في انقسام. احمد سعيد، طاهر الشيخ، هشام عمري، كفراوي، عدد كبير طيب. وبعدين غير اللي ابتعدوا بقى زيزو بالظبط، هنعد اسماء كتير حفظ يعني. بس احمد انت حافظه جامد. انا اهلاوي ما شاء الله طبعا الحمد لله. ماذا ستفعل في الانشاءات؟ الانشاءات احنا بنفكر في حاجات كتير جدا الحمد لله يعني، بس احنا حاطين بعض الحاجات اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها. مثلا الانشاءات في التجمع الخامس، التجمع الخامس ده اهم شيء بالنسبه لنا دلوقتي، التجمع الخامس لازم يبتدي فورا، لان ده مصدر كبير جدا انك انت في تجمع للاهلي في مكان اخر، فده شيء مهم جدا، وده كمان العجله لازم تدور. فالانشاءات بتاع التجمع الخامس او بدايه التجمع الخامس باذن الله دي اعتقد فلوس كتير تخش النادي ان شاء الله. حضرتك ما بتحبش كلمه الاهلي مدينه نصر ولا كله اهلي؟ اي بالظبط مش كده؟ ما هو ده لا ما ده حتى لازم نعلم يعني، مش نعلم سامحوني يعني، بس لازم ما ينفعش اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي مش عارف مين، ليه نقول كده؟ قول اهلي. الاهلي ما اصل في اهلي اليمن، وفي اهلي دبي، وفي اهلي السعوديه، وفي اهلي في صنعاء، احنا في كل حته الحمد لله يعني، اسرائيل الحمد لله. لكن انا النهارده احنا مش دول جوه مصر، احنا كلنا دوله واحده، فالاهلي في كل مكان، دي حاجه تسعدني جدا يعني. طيب بالنسبه للمرحله التجمع الخامس لازم تيجي فورا. بالنسبه لحمل مثلا مدينه نصر، حمام السباحه هناك في تكدس قوي جدا في مدينه نصر وفي الجزيره للاسف، لكن في مدينه نصر ممكن فورا يتعمل حمام سباحه اخر اللي هو تطوير حمام السباحه للاعضاء بمدينه نصر. ممكن برضه في مدينه نصر يكون هناك في انشاء مناطق ترفيه لتنفس جديد لجلوس الاعضاء،
ممكن يكون في تطوير لعيادات بالنسبه للجزيره ومدينه نصر وانشاء عياده بقى في الشيخ زايد، لان الشيخ زايد ما فيهاش عياده. ممكن نعمل الصيدليات، بس الصيدليات دي محتاجه موافقه او بسمع ان لازم يكون ليها منفذ خارجي. هنسعى في اصدار الموافقه او التراخيص اللازمه بيها. ده لو بنتكلم على الانشاءات في مجمع سكواش مثلا بالنسبه لي وجمباز بالنسبه لمدينه نصر. في منطقه المدرج الكره، المدرج ده في منتهى الخطوره يا مدام ميس، مدرج الكره الحالي قايل للسكوت وفي رخصه هدم ده واللعيبه كلها تحتيه. المدرج ده لازم فورا، اولا المدرج الموجود اللي هو اللي احنا كنا سايبينه مدرج كامل اتشطب من بره، لكن من جوه زي ما هو، ومن جوه زي ما هو لازم يتشطب فورا، ولازم ننقل فريق الكره كله هناك، ولازم يتهد المبنى ده اللي هو المدرج القديم ده لانه قايل للسقوط، ونستخدم مكانه لخدمه الاعضاء سواء لمناطق جلوس اخرى او لافكار تانية او لمتحف مؤقت. بالنسبه لي برضو مثلا مبنى اجتماع جديد في شيخ زايد، مسجد مبني في شيخ زايد، المسجد موجود خشب، دي برضو من الحاجات اللي بقول لك حضرتك هنبتديها فورا. فلوس بقى هتجيبها منين؟ موارد عشان تحقق كل الحاجات دي. انا بسمع دلوقتي حاجه مهمه، بسمع ان احنا عندنا فائض الحمد لله. وعشان كده انا قلت لحضرتك ايه؟ قلت لك انا عايز الاول ابتدي بالتجمع الخامس. ده اول منفذ لازم ابتدي بيه، وابتدي ببعض الحاجات الاستثماريه اللي احنا الافكار اللي ممكن نتكلم فيها عشان يبقى عندي انكم، عندي فلوس. دكتور فاروق العقده اعتقد ان هو حاجه جميله، شخصيه من الشخصيات الجميله، كان محافظا للبنك المركزي لسنوات طويله عشان نذكر الناس. وانا اعتقد برضو ان اللي قاله الدكتور احمد ده شيء مهم جدا، ان لما نكون داخلين ونشتغل بجد بنادينا، اعتقد بنادينا كلنا كوحده واحده وكاسره واحده وكعائله واحده، اعتقد هنلاقي ناس كتير هتمد ايديها. اخر تسويق كان اعتقد ب 200 مليون، ممكن محمود الخطيب يقدر يجيب رقم اعلى من كده؟ النادي الاهلي مش محمود الخطيب. اسم الاهلي اسم قوي جدا يا مدام لميس، اسم الاهلي ده اسم غني جدا جدا يعني. فاسم الاهلي النهارده لو حضرتك بنرجع بداية تاني، بس احنا فقدنا الاكثر تتويجا يعني خلال المجلس اللي فات، احنا او الحالي احنا فقدنا فكره الاكثر تتويجا في العالم، احنا كنا الاكثر تتويجا في العالم 2013 دلوقتي ريال مدريد عدتنا كويس، لكن كمان احنا فقدنا بقالنا فتره فاقدين البطوله الافريقيه كويس. الحاجات دي طبعا ليها دور وليها تاثير، ولكن هنسعى لان احنا برضو فاهمين شويه في التسويق الرياضي وفاهمين شويه في المفاوضات، وفي نفس الوقت فاهمين اكتر بقى بكتير ان احنا نملك عندنا قيمه الاهلي واسم الاهلي، عندنا حاجه غاليه جدا، فمش هتباع بسهوله يعني، مش هتباع يعني برخص يعني، لا ما ينفعش. وعايز اديك حضرتك كده حاجه سريعه يعني، سنه 2000 كنا 5 مليون جنيه بس في الرعايه، عشان بقول للناس اللي بتقول لازم التطوير، التطوير مش بس ان انا اعمل منشاه ولا ان انا اعمل جنينه ولا، مش هو ده التطوير، خلي التطوير في حاجات كتير، منها مثلا عقود الرعايه كانت 5 بقت 15 بقت 30 بقت 70 بقت 151 و9 يعني 160، دي اخر دوره لينا، فانت بتزيدي كويس. والمجلس ده جاب دلوقتي المجلس الحالي جاب 200 مش عارف حاجه و30 او 250، انا مش عارف، كويس جدا هايل، اللي جاي لازم يبقى احسن ان شاء الله يعني، احنا مش هنرجع يعني. ماذا ستفعل في النشاط الرياضي؟ النشاط الرياضي انا بسمع منه مشاكل كتير جدا، لكن النشاط الرياضي اساسا انا عملت زي سلوجان كده موجود حضرتك، السلوك اللي هو الموهبه، ده السلوجان بتاعنا. احنا عندنا مدربين اكفاء وعندنا اداريين اكفاء وعندنا يعني عدد كبير جدا من اللاعبين والمدربين. بس سمعت ان النشاط البرايفت زاد قوي مؤخرا. ايوه بسمع بقى المشاكل اللي فيها، المشاكل اللي فيها دي لازم ان احنا ندرس، او انا احنا مش جوه فانا ما اقدرش اقول، انا بسمع، لكن لما نكون قاعدين جوه احنا كمجلس اداره لازم نشوف الورق اخباره ايه، لازم نشوف الوضع شكله عامل ازاي. سمعت الناشئين ما خدوش بعض الملابس، ملابس بتاعتهم بتتاخر جدا، في بعض الناس صرفت دلوقتي في خلال الشهر بتاع الانتخابات دوت، لكن اهم من ده يعني ايه، الناس صرفت من خلال شهر الانتخابات يعني، ايوه في ناس يعني هو بيصرفوا بس عشان شهر الانتخابات، لا يعني لا اتاخرت فصرفت بس دلوقتي قبل الانتخاب بشهر يعني. بس كمان في حاجه تانية المهم، ان ازاي النشاط الرياضي النهارده ازاي ننتقل نقله تانية عالميه بالنسبه للنادي الاهلي، النهارده ازاي اجيب انا كوادر عالميه من بره تبقى ليها محاضرات مع مدربينا ومع ادريننا، وبالتالي احنا بنفيد ولادنا، وكمان اعمل فترات معايشه لمدربينا بره، انظم ازاي لائحه النشاط الرياضي بحيث ان هناك انظم ازاي مين اللي يعني، لازم يبقى في عدل يا مدام لميس. العدل في ايه؟ وده سمعته كتير من الناس ومزعلني، بس انا مش قادر اقوله لان انا ما اعرفش حقيقته ايه، ممكن انت عشان ابنك مثلا او ابني او بنتي بتلعب لعبه وما خدوهاش الفرقه انا زعلان طبعا، فبقول لا ده بياخدوا حد تاني يعني، مش عايز انا اوصل لده، بس انا عايز اوصل ان يكون في عدل، كل واحد ياخد حقه
محدش تقييم يكون سليم ومحدش ما فيش محسوبيه ومفيش حد اي مفيش واسطه لان الاهالي بيشتكوا من قصه انا 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 سمعتها كتير بس انا بقول لك لغايه دلوقتي انا ده في بالنا يعني ماذا ستفعل في استاد النادي الاهلي الاستاد ده قصه الاستاد ده الحقيقه احنا يمكن من 2000 مارس 2015 انا كمحب بقى للنادي الاهلي وكواحد من اولاد النادي الاهلي شفت في مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ سعدت جدا جدا بماكيت حلو مع صوره الاستاذ المهندس محمود طاهر على الاستاد الاهلي انا كنت نفسي الحقيقه ساعتها احضر ماتش قبل ما ربنا يتوفانا في استاد الاهلي ده كان امنيتي الكلام ده 15 مارس 2015 ف 15 16 17 30 ونص لغايه النهارده احنا ما عملناش حاجه في الاستاد خالص انا ما اعرفش ايه اللي اتعمل ولا حاجه ولا اسمعنا كلمه يعني انه هيوفر يعني هجيب 4 مليار جنيه عشان وده بناء على من لم العضويات او من جمع العضويات في التجمع الخامس مصادر التمويل ده كويس جدا ما فيهاش مشكله احنا نفكر في مصادر التمويل لكن بتكلم احنا ليه ما عملناش استاد بقالنا 3 سنين ونص طالما اعلنا عنه احنا عشان داخلين انتخابات لازم نقول الناس لرؤيتنا زي ما احنا عملنا رؤيه البرنامج بتاعنا ده البرنامج ده الانقسامات اللي موجوده اللي انا شايفها موجوده انا عشان كده فكرت والناس اللي تركت المجلس الحالي سواء كان اعضاء مجلس اداره زي الدكتور احمد ومجموعته او اسماء كبيره عندنا زي حضرتك قلت كذا اسم منهم تركوا المجلس او اسماء كانوا في المجلس زي العمري وزي درندري وزي مرتجي وزي مهند مجدي وزي ابراهيم الكفراوي كل دولت في قائمتي دلوقتي ليه؟ يعني حاسوا برضو بالانقسام ده هتجيب فلوس عشان الاستاد ده ازاي منين؟ عندنا حضرتك احنا عندنا الناس في القايمه في عقليه استثماريه واقتصاديه ولكن انا ما اكتفيتش بكده اكتفينا احنا جبنا عقليه كبيره جدا جدا زي الدكتور فرولو ومعاه مجموعه من رجال الاعمال اللي عاليين جدا في هذا الامر احنا مثلا من ضمن بعض الافكار القانون الداكي الحق انك تعملي شركات لازم نفكر دايما ان احنا ازاي هننشئ شركه من مش واحده اثنين او ثلاثه في مجالات مختلفه تدر ربح على النادي الاهلي احنا النهارده النادي الاهلي موجود ودي نقطه مهمه جدا يا مدام لميس اعتقد حضرتك تفهميني فيها كويس النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا والنادي الاهلي لازم يكون ليه دور مع الدوله كويس فالنادي الاهلي النهارده ليه ما يكونش ده فكر استثماري خلي بالك ما يكونش ليه مراكز في كل محافظات مصر وهنبتدي بواحده او اثنين او ثلاثه مراكز للاهلي الاهلي الناس كلها بتقول كلم زمان يعني اداره الاهلي طب الاداره دي اللي احنا متميزين بيها دي ما احنا نروح لها بنروح بقى للناس ويبقى لبعض المحافظات النقطه دي انا عايز اركز عليها فحضرتك عايز تفتح مراكز للنادي الاهلي او مش عايز اقول فروع ولكن لا مش فروع مش فروع لا لا مركز ومركز وايه في اشتراك موسمي كانه نادي شباب يعني اشتراك. كانه اشتراك موسمي فده بيتمتع ببعض المميزات وفي نفس الوقت انت موجوده هناك في اكاديميات للفرق وكمان وده كده مع وزاره الشباب والرياضه بحيث ان انت تساعد الوزاره او تساعد الدوله ان انت تجتذب الشباب للرياضه وللكوره والرياضات المختلفه انا الحقيقه معلش انا استاذنك ان انا مش هفكر كده انا بفكر ان انا استثمر كويس استثمر بس باسعار كويسه ومعقوله وفي نفس الوقت طبعا الوزاره لو دعمتني تبقى حاجه جميله جدا ولازم نعرض لان احنا برضو بنشتغل تحت مظله وزاره الشباب والرياضه في مصر يعني فلازم ان احنا نعرض افكارنا عليها لكن ده ما يمنعناش من التنفيذ فاحنا النهارده عشان كده انا عايز ان يبقى في مراكز للنادي الاهلي في المحافظات دي تجيب فلوس وكمان بتساعد ولادنا لها دور مهم جدا الحقيقه المراكز دي في موضوع المحافظات دي بتساعد ان انت تجذب الشباب والشباب بيروح للتطرف والمخدرات هو ده بقى انا بقول لك انت بتجيبهم يلعبوا رياضه انا لا وفي نفس الوقت انا النهارده توجهات الدوله الاهلي دوره فين؟ انه يساعد في هذا الامر نتمنى ان احنا نقدر نستطيع ان يكون هناك بعض مراكز حاجه ثانيه عايز اتنقل برضو مراكز افريقيا مثلا برضو النهارده انا كنت سعيد جدا جدا الحقيقه يعني السنه ونص اللي فاتوا بتوجهات السيد الرئيس يعني لانه اخترق في رايي اخترق العالم راح زحمة زيارات كتير جدا في بلاد العالم ومنها افريقيا اللي احنا كنا بعيد عنها بقى لنا فتره طويله فانا الفتره السنه دي كم بلد افريقيه السيد الرئيس راح هناك فبيفتح البلد دي طب النادي الاهلي بسمعته الافريقيه هل نقدر نساعد في هذا الاتجاه وهذا التوجه رياضيا بقى وبرضه نستفيد لانك يعني انت في افريقيا في مواهب كتير زي مصر ما فيها مواهب كتير فاحنا ممكن قوي نحاول نعمل هذا الامر فعندنا عقليات استثماريه نستطيع من خلالها غير بقى الشركات احنا عايزين ننشئها غير الاكاديميات اللي موجوده دلوقتي احنا عندنا على فكره اللي برضه كانوا بيتكلموا على نقطه مهمه الناس بتشتكي من الغلو الاسعار في منافس النادي الاهلي طب انا بدل ما اجي
على العدو، ما انا احاول انا افكر في افكار غير تقليديه للاستثمار واشيل من على كيهل العدو شويه. يعني ان انا النهارده تقلل الاسعار يعني؟ طبعا طبعا، ليه لا؟ النهارده حضرتك احنا لما كنا برضو تواجدنا عملنا قناه الاهلي وعملنا الاهلي ستورز وعملنا بنك مصر اللي دخل ده الجيم بقى بفلوس والباركينج بفلوس. ممكن بس ازاي السعر قل شويه النهارده؟ بس الباركينج بفلوس. عارفه حضرتك احنا ما عندناش باركينج اساسا، احنا ما عندناش باركينج جوه شيخ زايد. لكن مدينه نصر والجزيره مفيش. وده من ضمن الافكار اللي هي انشائيه، باركينج في مدينه نصر كويس، باركنج دوت متعدد الطوابق لازم ترخيص. ما اقدرش اقول للناس انا كاتب كده في قدام حضرتك بعد اصدار الترخيص، الترخيص ممكن ياخد شهرين ثلاثه ست شهور سنه، فمش هقدر التزم بميعاد. لكن في حاجات انا بقول مثلا 12 شهر 15 يعني شهر. هذا البرنامج مؤقت بالتوقيتات التوقيتات مؤقت الا اذا بعد اصدار انا هقول مثلا سنه، يعني الباركنج ده سنتين ونص بعد اصدار الترخيص، يعني دوت لازم تحفري تحت كويس. اخد ترخيص امتى بقى؟ مش عايز الزم نفسي، انا مش هقدر الزم نفسي بكلمه، انا كمحمود الخطيب ما اقدرش ان انا اقول حاجه ما اعملهاش. ماذا ستفعل في قناه النادي الاهلي؟ القناه محتاجه تتطور، القناه محتاجه تتطور تطوير شائع. هتعمل ايه في المشكله الاول؟ هتحل مشكله 134 مليون دي ازاي؟ دي مشكله كبيره جدا للاسف، يعني مشكله اداريه كبيره جدا جدا، لان التعامل معاها ما كانش تعامل جيد في تقديري وحسب خبرتي. كنا ممكن نتفادى كل الكلام ده لو تعاملنا بشكل تفاوضي مع الشركات ومع الشركة الموجودة. لو كان الخطيب رئيسا للنادي الأهلي في هذه المشكلة، يعني أنت شفت اقتحموا النادي الأهلي إزاي وتم فسخ القناة وتم فسخ العقد وترسية العقد على شركة أخرى، حتى لو كانت الشركة الأخرى بتدفع أكتر، ولكن يعني أنت كنت هتصرف إزاي؟ أتصرف بما تعلمت جوه النادي الأهلي. النادي الأهلي بيتصرف دايما بقيمة بهيبة بمبادئ، اتصرف كده عشان اكسب الناس، اقعد اتكلم مع الناس واتفاوض معاهم، واذا عندي مشكله حلها، مش ان انا اروح حسب ما سمعت، ان انا اروح زي ما حضرتك بتقولي كده ان اروح ادخل عنوه على القناه واخدها، ما يمشيش. ما هو ده برضو اللي خلى الناس الحقيقه شركه مسك يعني انها تاخد الموضوع برضو بعند. النهارده احنا محجوز على ارصده ابننا رمضان صبحي في انجلترا، ودلوقتي ابتدوا يبعتوا لي الشركات الراعيه بيحصل، فده موضوع كبير. هاني سريع قال لي ان ده غير صحيح خالص وما فيش اي حاجه، وان احنا هنستأنف هذا الامر، وانه ال 134 ده مش هيدفعها النادي الاهلي على الاطلاق. انا دايما احب اسمع متخصصين، انا في اي مجال، عشان كده انا حدودي اذا كان عندي رؤيه اداريه معينه فانا، لكن الحاجه القانونيه بجيب القانونيه. الاستاذ محمود فهمي قال لك ده بات ونهائي، وشخص تاني يقول مش عارف ايه، فانا هنا اداره قانونيه، مستشارين صح، يعني اساتذه، يقول ان النادي الاهلي لازم يتعامل كده، حد عالي جدا يقولوا لنا ايه الموضوع ونخرجه ازاي. طب هنعمل ايه؟ عندك 134 مليون انت لو استلمت. ما هو ده بص بقى دي مشكله بقى، 134 مليون جنيه مش هتعملي الكلام ده اللي احنا بنقوله بقى ده. لو في فائض في النادي الاهلي ما تقنعنيش كمان حضرتك ان يعني في فائض في النادي الاهلي وانا اجي على الاعضاء، انا بكسب من العدو، لما انا اسهل على العدو بقى شويه. لكن النهارده في فائض في الاهلي وعليا الغرامات دي، مش بس ال 134 غرامه ثانيه، انا لسه ما اعرفش ايه الموضوع، انا مش جوه ما عنديش ورق، انا بسمع ما عنديش ورق، لكن لما اقعد اشوف الكلام ده. طب ما انت لو السيوله دي كلها راحت والانشاءات احنا عايزين نعملها دي تعملها ازاي بقى؟ عندك مشكله. لكن انا ما عنديش مشكله ليه؟ لان انا عارف ان شاء الله ان احنا ندبر ده. ماذا ستفعل مع الالتراس؟ دولت ولادنا ودولت جماهير متحمسه جدا وشباب متحمس جدا، لازم الموضوع ده يدرس صح ويدرس من جهات مختلفه مش بس النادي الاهلي، ازاي نتعاون كلنا مع بعض لحل هذا الامر. عايز اقول لك حكايه مهمه جدا او موضوع شاغل مخي، يعني من ضمن انشغالنا بهذا الامر من حوالي سنه 2010 تقريبا، رحنا نادي بايرن ميونخ، كان معايا الكابتن حسن حمدي وكان معايا خالد مرتجي، او انا كنت مع الكابتن حسن حمدي انه كان رئيس النادي يعني، ومعانا خالد مرتجي، فلقيت عندهم اداره اسمها اداره الجماهير. عاملين اداره، واداره الجماهير دي عاملينها حاجه نموذجيه، اداره دي مقسمين روابط، مش رابطه واحده، روابط على مستوى العالم حوالي 400 ومش عارف 50 رابطه لبايرن ميونخ، منهم بس في المانيا حوالي 250 كويس، بيتفاعلوا مع الروابط دي ليها عدد محدد كل رابطه، وبيتفاعلوا معاهم، والنادي بيقدم لهم مميزات وخدمات مقابل الكارنيه بتاعهم. عايزين نبتدي،
عايزين نبتدي، عايزين ندرس ده ونبتدي ونشوف الشباب بتاعنا ونسمع منهم، وكمان نشوف الجهات الامنيه مع موضوع ارسنال نسمع منهم. عايز الجمهور يرجع تاني للملاعب طبعا كدا. نفسي طبعا ده الجمهور، بصي جمهورنا ده بصراحه يعني النادي الاهلي بكل بطولاته دي رقم واحد. الجمهور ده هو الداعم، الجمهور ده هو داعم النادي الاهلي، هو الجمهور ده العظيم جدا، هو اللي الحقيقه شريك في كل ما وصل اليه النادي الاهلي. ماذا ستفعل في فريق الكره؟ فريق كره ماشي، لازم ندرس برضه، لازم وفي لجنه كوره، ولجنه الكوره دي نقعد بقى، مش انا اللي هفعل، هو ده ما حدش بيفعل لوحده، في لجنه كوره موجوده. هترجع لجنه كوره؟ طبعا طبعا، عندنا ناس كتير وعندنا خبرات كتير، وما فيش راي واحد هو اللي ده، احنا نقعد نتكلم مع بعض وفي الاخر نصل لقرار مناسب، لكن حد يقول انا هعمل وانا هجيب وانا ماشي، الكلام ده كلام فارغ، مين يقول كده؟ حكايات المجلس هتخرج بره ولا اسرار المجلس وفجاه نلاقيها بره؟ شوفي حضرتك، انا النقط دي احنا ما تعودناش عليها. لازم كل الاعضاء اللي قدام حضرتك دي، انا من اول حاجات قلتها له عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي جوه غرفه المجلس، يخرج بره، ودي الجمله اللي سمعتها من الكابتن صالح سليمان الله يرحمه، يخرج بره هو عضو عامل، يسمع الناس ويبقى قريب من كل الاعضاء، لكن ما يوعدش حد بحاجه، ما يقولش لحد حاجه، ياخد الاقتراح يقدمه للمجلس، لكن لو وعد حد بحاجه، وانا بقول للناس اهو اي عضو مجلس هيوعدك بحاجه او يوعدك بحاجه يعرف ان هو الراجل مش ما بيقولش صح، لانه لا يملك. ايه اللي حصل مع جوهر نبيل؟ انا لسه خليني اكمل جواب السؤال، لسه ما جاوبتوش انا، دخلتيه موضوع تاني ليه؟ طيب احنا كنا بنتكلم على الكوره، على فريق الكوره. انا عندي زهايمر دلوقتي. لا زهايمر ايه ده؟ حضرتك مركز اكتر مني. فريق الكوره ماذا يعني في لا احنا من الكوره بنتكلم دلوقتي، مش فريق الكوره، كنا بنتكلم على فريق الكوره، ماذا ستفعل في فريق الكوره؟ احنا قلنا لجنه، لجنه الكوره، ولازم نسمع كويس، ولازم ندرس كل الموجود، ولازم نعرف اللعيبه ازاي، يعني ما لجنه الكوره بتساعدك في رسم خط التخطيط العام لكره القدم كويس، مش بس فريق الكوره الاول، قطاع الناشئين كله محتاجين فيه شغل كتير جدا جدا جدا، هنا بيساعدك عقول لها من الخبره ولها من التواجد جوه النادي الاهلي الكثير والكثير، هيقدروا يخدموا هذا الامر. انا كمان كنت بكلم عن المجلس، على المجلس، معلش. فالنهارده احنا هنخرج بره المجلس، مجلس اداره يحط يضع سياسات ويتابع تنفيذ هذه السياسات، لكن ما يقومش بتنفيذها، لان لو مجلس اداره عدوا قام بتنفيذ حاجه وما عملهاش او اخفق فيها، مين يحاسبه؟ فدي نقطة مهمة. الحاجة الأهم بقى التنفيذي بقى، حملة النادي الأهلي ده كيان كبير يا مدام لميس، الكيان الكبير ده فيه أربع كيانات كبيرة جوه النادي الأهلي، كيان اجتماعي كيان اجتماعي، وده مدير التنفيذي للنادي الأهلي هو المتحدث الرسمي لهذا الأمر، في كيان نشاط رياضي كبير، في مدير نشاط رياضي متحدث رسمي، في كيان كرة القدم، في مدير كرة القدم سواء فريق أول أو قطاع ناشئين متحدث رسمي، في مجلس إدارة، لازم يبقى في متحدث رسمي، الاعلام ده دوره معانا مهم جدا، دوره ده بعد توفيق الله وبعد وجودنا في النادي الاهلي، الاعلام دعمنا والاعلام له دور كبير جدا معانا، لازم هو كمان ياخد حقه، ولازم يوصل له المعلومه بالتفصيل عنده، بس مش مهم يعدوا مجلس اداره ولا يوصلها، ما يطلعش كل واحد مجلس اداره بعد المجلس يتكلم في هنا حضرتك شفتي كابتن صالح ولا حسن حمدي ولا انا خلال ال 40 سنه اللي فاتوا طلعنا كم مره في التلفزيون، كلمنا كم مره مداخله هاتفيه، لا في ناس تعمل ده مع احترامنا الكامل، ناس تعمل دوت وياخدوا حقهم بالظبط ويقولوا كل عندنا، انت بقى كل سنه مره تطلعي تقولي للناس، ده موضوع تاني يعني. ماذا ستفعل في الهاندبول والباسكت؟ وانا بينا بتكلم عشان شرائح معينه، لانه والسباحه دول ثلاث لعبات مهمه جدا في النادي الاهلي، والمجلس الحالي بيقول ان احنا انهم خدوا بطولات في عهدهم فقط. ما كناش موجودين قبل كده يعني، وانشأوا بس 2014 يعني غالبا. بصي كل الالعاب اللي في النادي مهمه جدا بالنسبه لنا، والنادي الاهلي يعني بطل، يعني بطوله النادي الاهلي، انا ما بحدش بيلعب على المركز الثاني، النادي الاهلي بيلعب على بطل فقط، فكل الالعاب واخده نفس الحيز، واحنا الحقيقه يعني حاولنا نقعد مع كل الناس عشان احنا في انتخابات يعني نسمع، وسمعنا حاجات كتير يا مدام لميس، لكن برضه زي ما قلت لحضرتك لازم نقعد نفكر ازاي تعالج الامور دي، والامور دي بتتقال من بعض اعضاء العاملين او من بعض المدربين مشاكلهم ايه كويس، انا ما اقدرش احدد دوت، لكن لازم سمعنا وحطينا تصوراتنا وموجوده عندنا، بس لازم اشوف اللي موجود ايه على الورق تحت عشان نتاكد من نمشي في اي اتجاه، مش انا برضه المجلس يمشي في اي اتجاه.
اسمح لي نخرج فاصل آخر، وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من هذا الحوار، وبعد الفاصل هنشوف علاقات يعني الحقيقة كابتن خطيب معروف إقليميا وعربيا، كتير من المسؤولين عن الرياضة في المنطقة العربية في السعودية في الإمارات بيدعموه بشكل كبير. هنشوف ماذا كتبوا المسؤولون، ماذا كتب المسؤولون عن الرياضة في الدول العربية عن محمود الخطيب. لم يكن الكابتن محمود الخطيب نجم النادي الأهلي أسطورة في كرة القدم فقط، بل كانت مسيرته على المستوى الإداري لا تقل أهمية عن تاريخه الكبير مع الساحرة المستديرة. بيبو بدأ مسيرته الإدارية بعد اعتزاله كرة القدم بالترشح لانتخابات النادي الأهلي عام 1989 ليفوز فيها باكتساح ويصبح عضوا بمجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة الراحل محمد عبد صالح الوحش، لكنه سرعان ما تقدم باستقالته بعد أشهر قليلة. غير أن بيبو عاد للترشح مجددا لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي وحصل على ثقة الجمعية العمومية حتى أصبح أمينا للصندوق في الفترة من عام 1996 وحتى عام 2002. ومع تدرج الخطيب في هذه المناصب لعب بيبو دور الرجل الثاني مع الكابتن حسن حمدي، حيث تولى منصب نائب رئيس النادي منذ عام 2004 إلى عام 2014، وكان بيبو دوره تنفيذيا. ووصفت هذه الفترة بالأنجح في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حصد الأهلي خلالها 429 بطولة في مختلف الألعاب الرياضية. هذه الحقبة الذهبية وصل فيها فريق كرة القدم إلى العالمية بتأهله إلى كأس العالم للأندية 5 مرات وفوزه بالميدالية البرونزية للبطولة عام 2006، وذلك بعد إبرام النادي لصفقات من العيار الثقيل كان الخطيب رأس الحربة في حسمها. كما ساهم بيبو أيضا في إطلاق قناة فضائية للأهلي عام 2008 لتكون أول قناة خاصة بنادي في مصر، وخلال وجوده في المجلس استطاع أيضا الأهلي إنهاء التراخيص الخاصة بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد، وكذلك العمل على تطوير فرعي الجزيرة ومدينة نصر. تاريخ وإنجازات في الإدارة يحفل بها سجل الكابتن محمود الخطيب، ليظل بيبو صاحب مسيرة رياضية متكاملة لا تنتهي. هشام الرباط، هنا العاصمة.